الرجل الذي لم يرزق الله سبحانه وتعالى بابنه، هناك قارة في قلبه، جزء في قلبه لم يكتشف على الإطلاق، مات وهو مغلق. الإبدة لما بترزق بيها في منطقة في القلب بتعمل، هي لا تعمل إلا حين يكون لك إبدة، فيمكن أن تعطل وتموت وهي لم تعمل على الإطلاق. الإبدة كده، الإبدة لأي أب كده، في جزء في القلب لا يعمل إلا لها ولا يعمل إلا استجابة لها. فاطمة بالنسبة لي هي يعني هي كده، هي قطعة من قلبي التي هي مخصصة لها من قبل أن تولد.